سيدات وسادة، أهلا بكم مجددا إلى منتدى مستقبل العقار 2022. جلستنا المقبلة تحت عنوان المدن الذكية والاستدامة، وتقدم هذه الجلسة وتديرها الأستاذة لارا حبيب شامات من قناة العربية. شكرا محمد، من الجيد دائما أن نعمل سوا حتى برات الاستوديو. Good afternoon, everyone. I will switch now to English and welcome back. Hope you rested well because I would need your full attention for the next hour. After we have heard two very interesting sessions on the development of the real estate sector in Saudi Arabia, we now move to discuss one of the most pressing issues when it comes to urban planning, and that is smart and sustainability. Today, cities occupy 3% of land on Earth, but account for 2/3 of the world's energy consumption and more than 70% of carbon emissions. Today, more than 56% of the world's population live in cities, and this number is expected to increase to 68% by 2050, which means adding 2.2 billion people to urban areas. These soaring urbanization rates have major implications, not only for the society, but for the economy and the environment, and present the urgent need to build or transform cities into a more smart and sustainable ones. While the definition of a smart, sustainable city is still evolving, it's currently described as an innovative city that uses information and communication technologies not only to improve the quality of life, but also to ensure the needs of present and future generations are met with respect to economic, social, environmental, and even cultural aspects. Luckily, we have with us here today decision makers that are on the forefront of sustainable developments, who will shed the lights on the benefits and challenges of building Saudi cities of the future. Please join me in welcoming our esteemed panel. I have to my left Mr. David Grover. He's the Group CEO of Roshan. I have next to him Talal Kansara, Chief Strategic Management Officer at the Diriyya Gay Development Authority. We have Marlos Knipperberg, Chief Executive Officer at Curtin. We have, of course, Matthew Tribe, Managing Director at Atkins, and Najwa Hamza, last but not least, the Senior Smart Destination Director for the Red Sea Development and Amala. Marlos, أريد أن أبدأ معك. تحدثت عن تعريف المدن الذكية، ولكن نأمل أن تساعدنا أكثر. كيف تعرف المدينة المستدامة الذكية؟ ما هي مؤشرات النجاح التي ننظر إليها؟ هناك شيء نسمعه دائما طول هذا الصباح، وهو أحد النقاط التي نقشت عندما تنظر إلى المدن المستدامة الذكية. فمن المؤثرات الاقتصادية والسياسية التي فالجزئية التي نسمعها قليلا عنها وهي المجتمع، وعنصر المجتمع وهو جزء من الاستدامة وجزء وهو الحد من المصادر، وتوفر إن كان هذا هناك فيه تتوفر فيه الشفافية أو كيف التعامل مع إدارة النفايات، وأيضا الجزء التقني والحوكمة. أيضا عندما ننظر إلى كل هذه الجوانب معا وهذه التعريف نظرت إليها مؤخرا، وهناك حوالي 43 تعريف حتى للمدينة الذكية، والجميع لهم تفسيراتهم لها، والجميع في مرحلة تعلم. إذا نظرنا إلى منظمة الاقتصاد العالمية فإنهم يضعون 63 مدينة على خريطتهم لكي يعتبرونها مدنا بحاجة إلى تطوير الحوكمة. أعتقد عندما ننظر إلى النسخة الأبسط للمدينة الذكية المستدامة ونظر إلى ما يحصل في العالم وننظر إلى الأجيال القادمة، فهي حوار يحصل
من منظور مختلف. 60% من الشعب مثلا في هذه الدول تحت 30. إذا نتحدث عن مدن يمكننا أن نبدأها اليوم. نحن نبني لأجيال المستقبل. Community living or a shared economy. أو اقتصاد مشترك، فهذه أجزاء مكونات المدن الذكية، وهي جزء من أيضا الاستدامة على مستوى أعلى. وأعتقد أن من الأمور التي أقولها هي أن أتوجه إليك بالشكر باستضافتي هنا لكي أعبر عن جانب قطاع الضيافة، لأننا في قطاعنا ننظر إلى العقار من وجهة من منظور إنساني بحت. منذ بضعة سنوات في كل مرة كنا نقول فيها الضيافة سيقول أحدهم الفنادق. اليوم عندما نقول قطاع الضيافة هم يقولون العقار، العقار يقولون مثلا الخدمات، الناس يقولون مناطق تبعد عن بعضها 5 دقائق حيث الناس يعيشون بالقرب من أماكنهم. وهناك تفاعل كبير يحصل بين كيف نبني ونصمم هذه المدينة وكيف نعيش فيها وكيف نضع كل هذه الخدمات وهذه المكونات لنشكل مدينة مستدامة ذكية. سوف نعود إلى الكثير مما ذكرته، ولكنني أود أن أسمع رأيك أو في رأيك يا ماثيو. أعرف أن شركتكم تمكن المدن كي تكون أكثر استدامة وأكثر ذكاء. سؤالي هو، هل يعني وضع الحلول الذكية سوف ينعكس يعني آليا لكي تكون أكثر استدامة؟ ينبغي أن نكون حريصين كيف نضيف التكنولوجيا. التقنية تتطور بسرعة هائلة للغاية، واعتناق التكنولوجيا يمكن أن يكون مسرعاً وحلاً لبعض التحديات، إلا أنه يمكن أن يكون يعني هدراً للمال والمصادر، وينبغي أن نكون عارفين لأهدافنا بوضوح. من وجهة نظري نحن ننظر إلى تطوير المدن التي تركز على التوجه الإنساني، ننظر إلى الفرد أولاً وإلى الطريقة التي يتفاعل فيها أيضاً مع بيئته وطبيعته. علينا أن نعمل بشكل أفضل كما ذكرت منذ قبل، لأن أثر الحياة على حياتنا قد يكون مؤذياً، ولكن هنا ينبغي أن نفهم أيضاً أن العيش في أماكن محتشدة قد يكون هو الحل للمستقبل، لكن ينبغي معالجته بطريقة أكثر فعالية. هناك أيضا جيل جديد ديناميكي يتطلب أداء أفضل في بيئته. إذن المدن ينبغي أن تتغير، ينبغي أن تتغير بسبب التغيرات من فيما بيننا، ولكنها أيضا فالجيل الجديد يطلب من جيلي أن يكون أن نبني له مستقبل. إذن هناك احتياج الآن وهناك توقع أن كل مدينة وكل فنان، كل محافظ مدينة أن يسهم بذلك، لأن الناس يعملون. ونرى أيضا نزوحا من المناطق المدنية حيث لا يتوافر ما يحتاجون من الخدمات. إذن المدن تقع في مناطق يعني بحاجة لتطور المستقبل. أريد أن أسمع عن المشاريع العملاقة وما تقوم به الآن. لنبدأ معك يا طلال. الدرعية كمشروع ب 46 مليار ريال تأمل بتغيير هذه المنطقة التاريخية في الدرعية وتحويلها إلى وجهة سياحية. إلى أي مدى تضيفون الحلول الذكية والمستدامة في برامجكم؟ ما ينبغي فعله هو تحقيق الأهداف، أهداف المشاريع العملاقة. فإذا نظرت إلى أهداف تطوير بوابة الدرعية، فرؤية صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان مدينة ضجة بالحياة، مدينة فيها تراث، ليست فقط تعتمد على العنصر المحسوس، ولكن علينا أن نركز على القيم فيها، قيم الإنسانية في هذا المشروع. وهناك شيء مهم في مشروعنا أنه يبدأ من الصفر. أعرف أن هناك خبراء في التخطيط معنا، وأعتبر أن هناك علينا أن نركز على
أهدافنا بطرق مبتكرة. نحن نتحدث عن كود البناء، نتكلم عن الطرق، نتكلم عن المواصلات، مواد البناء، الارتفاعات، كثافة المباني. هذه بعض الأشياء نخلقها أو نضعها لكي نحقق مدينة فاعلة تجذب الناس إليها. في حالتنا تقنيات المدن الذكية ينبغي أن تخدم هذه الأهداف بالنتيجة لكي يكون هناك مدينة تحتفي بالإنسانية، تحكي قصة إلى العالم عن تراثنا وعن تاريخنا. إذن أتفق كليا مع من توجه الإنساني في بناء المدن الذكية والمستدامة. هل تعطينا بعض الأمثلة عن الحلول الذكية التي تطبقونها في مشروعكم؟ كما ذكرت لكم هذا هو الهدف، والآن من خلال بناء هذه المكونات في الخط في الماستر بلان، جزء كبير من مشروعنا هو للمشاة، هو مدينة للمشاة، مدينة للمشاة، حيث لا يكون مجال للكثير من السيارات. من البنية التحتية نقول نعم أن هناك مكونات لأي مدينة مستقبلية ذكية، هناك ما يمكن بإتاحة هذه التقنيات، ولكننا نركز هنا على العنصر البشري وعلى احتياجات الفرد. هذا هو التحدي، كيف يمكننا أن نستخدم هذه التقنيات لكي نجعلها مدينة للبشر ولزوار المدينة. نجوى مشروعكم يقوم على فكرة يعني تمكين البيئة وحمايتها، فهل يمكن أن تصفي مشروع البحر الأحمر كونه المشروع الطموح الأكثر طموحا عالميا الذي سيحدد معايير جديدة عالميا في الاستدامة؟ كيف تطمحون لتحقيق هذا؟ فعلا لدينا أهداف لكي نعزز بشكل إيجابي البيئة في البحر الأحمر بنسبة 30% في العقدين التاليين. بدأنا بالقيام بدراسة أساسية للبيئة في المنطقة كلها، ونظرنا إلى حيث يمكننا أن نبني وأن نطور وأي المناطق ينبغي حمايتها، فوصلنا إلى 75% من مناطق البحرية والبرية التي سوف تكون مناطق محمية. سوف نطور 1% من المواقع التي حصلنا عليها، وهذا لكي نحمي كل الحياة البحرية والحياة البرية الفطرية. هناك كميات هائلة من التقنيات التي نعتمد عليها، ليست فقط لأجل استخدام التكنولوجيا بحد ذاتها، ولكن ما نقوم به أننا ننظر في كيفية تغيير تجربة السائح في هذه المنطقة. نحن نبني لهم مكانا واحدا يمكنهم من خلاله أن يأتوا إلى هذا الموقع، يقوموا بأي حجوزات، أن يستكشفوا المواقع، يحجزوا منتجعاتهم وكل ما يحتاجون من مرافق من مكان واحد. بحيث وضعنا تقنيات داخلة مثلا في المطارات، حيث تبدو رحلة ميسرة جدا لكي يمروا عبر المطارات، وهي تجربة آنية بحلول من الأدوات الكهربائية في التنقل كالعربات التنقل، وتتيح أيضا إمكانية المشي في هذه المدن أو المنتجعات. كل الموقع هو يعني مختلف، نوفر الطاقة من المواد المتجددة، نوفر المياه أيضا. ما هي الطاقة المتجددة التي تستعملونها؟ نستخدم حاليا الطاقة الشمسية، وسنضيف إليها طاقة الرياح. الموقع بكامله بكل مرافقه الكبيرة والصغيرة سوف يستمد طاقته من الطاقة المتجددة، حتى كل أنواع الطاقة سوف تتوفر من خلال البطاريات مثلا التي ستخدم الاحتياجات الليلية من الطاقة.
نحن أيضا نوفر المياه، نحن نستخدم التقنيات الذكية لكي نستفيد إلى أقصى حد ما هو كمية المياه التي نحتاج إلى إنتاجها وكم ما هي احتياجاته من الطاقة في أي وقت من الزمن بناء على أي ظروف مناخية. جمع البيانات عبر التقنيات من كل الأدوات المتوفرة لدينا في تلك المواقع يتيح لنا ذلك. الموائمة ما بين كل هذه البيانات التي نحصل عليها وبناء على مثلا إحصائيات عن عدد الزوار الذين نتوقعهم، هذا يعطينا مؤشرين عن كميات الطاقة التي نحتاجها، كميات المياه التي نحتاجها. هذه الحلول الذكية ستسهم بترشيد الطاقة مثلا في أماكن عندما لن يكون هناك حاجة إليها من الطاقة الشمسية أو من المياه. هناك كميات كبيرة من التقنيات التي نستخدمها لكنها كلها تخدم هدف الاستدامة. هذا رائع جدا. أدهشني أيضا أنك ستقدمون مياها من الهواء ومن الشمس. حاليا بدأنا بتوليد بعض المياه من الهواء ومن الطاقة، ولكننا نستكشف وطعمها طبيعي. نعم طعمها طبيعي. ديفيد، لنتحدث عن روشن وهو مشروع هائل من صندوق الاستثمارات العادي. أنتم تبنون المجتمعات من الصفر، كيف تخططون؟ هل تبنون مجتمعات مستدامة؟ السلام عليكم وأحيي جميع الحضور معنا هنا. نعم أنت على حق، في روشن عندنا تحديات كبرى لأنها كما تحدثوا في هذه المشاريع الضخمة، فهم يعملون على مناطق جغرافية مترامية الأطراف، ولكننا أيضا كبيرون لأننا نغطي مختلف المدن. إذن ربما من المفيد أن نقول أن نبدأ بمفهوم الاستدامة، لأنني أعرف أنك إذا سألت المجتمع فستكون هناك إجابات مختلفة حول تعريف الاستدامة. هذه بداية مهمة جدا بالنسبة لنا. نحن نبني مجتمعات في المملكة، هذه المجتمعات بأنماط حياة مختلفة جديدة في المملكة. إذا حولنا هذا إلى أربع مكونات، إلى التصميم، إلى ما أسميه والبناء والتشغيل، وأخيرا المجتمعات. إذن فيما يتعلق بالتصميم، نحن نصمم مجتمعات كما ذكرنا هي مدن التي فيها مجال المشي أيضا، بخلاف مهمتنا تطوير كل مبنى في هذا المجتمع، فبدلا من أن ننتقل إلى منزل بوعد أن هذه نحن نبني كل مسجد، فهناك 1,000 مسجد نطوره، 1,000 مدرسة نطورها في المملكة، وكل هذه المرافق المجتمعية مطلوبة. عندما ننتقل إلى مجتمع روشن يمكنك أن تتوقع أن تكون هذه المباني جزءا من حياتك. إذن عندما نفكر بما معنى هذا بالنسبة للفرد الذي يعيش في هذه المجتمعات في روشن، هذه المرافق ينبغي أن تكون على بعد دقائق من بيتك، فإذا بدأت بتحويل طريقة حياة الناس فهناك اعتماد أقل على السيارات. إن كان هناك بعض مثلا المتحمسين لسيارات الوقود الأحفوري، لكن الواقع أننا بالنسبة للسنوات القادمة سوف ننتقل لسيارات الهايبريد، وبالتالي يعيدنا إلى التصميم أيضا، لأننا كمطورون نضع مثلا محطات للشحن الكهربائي للسيارات بالقرب من كل مثلا بيت أو بالقرب من كل مجمع. نريد فريق من خلال التصميم أن نولد الطاقة التي تدعم السيارات من طاقة شمسية. نريد أن نبحث عن التقنية المناسبة لتحقيق هذا الهدف. طبعا في صندوق الاستثمارات وهناك أيضا بشكل مباشر أو غير مباشر نحن نستخدم التقنيات. سوف تصنع هذه السيارات قريبا في المملكة، وأعرف أنه بالنسبة للكثير منكم ربما تكون هذه سيارتك القادمة، لكن عندما نستخدم التقنية سوف نحسن حياة الناس. إذن التصميم مهم، التسليم أيضا هو مهم.
لأننا قمنا بالدراسات في روشن ونعرف أننا في خلال 3 سنوات سوف نحتاج إلى الإسمنت مسبق الصنع، وهو ليس يعني مستداما كمادة، هذا موضوع آخر، ولكننا بحاجة إلى الإسمنت غير المسبق المصنع غير متوفر حاليا. وهذا لدي زملاء أيضا من هناك من المشاريع يريدون هذه المادة، وهناك من يريدون هذا السلعة أيضا. إذن هناك تحديات على الطلب في السنوات القادمة وسنشهد هذا قريبا. إذا نظرنا من وجهة نظر المواد المستدامة، نتكلم عن التسليم، فإذا السرعة في توفيرها ولإنجاز هذه البرامج، الطموح كبير وهناك وقت محدد، وهذا يضع علينا الضغط الكبير لكي نسلم بسرعة. إذا هذا قد يكون له أثر سلبي على الاستدامة. فمثلا نشتري بعض المنتجات من العالم ينبغي أن تشحن بسرعة، وهذا يؤدي إلى حلول غير مستدامة. بالنظر إلى الحلول المستدامة في السعودية، فإن ربما يكون هذا مجالا جديدا من التطور. إذن بدأنا نتحدث عن مواضيع تتحدث عن الأجندة الخضراء أو البيئية. إذن نأتي إلى التشغيل. التشغيل هذه المجمعات، كما يعرف الجميع هنا أنكم تسافرون كثيرا، عندما تسافر في العالم فإنك تستمتع بالكثير من التجارب في هذه المدن التي تمنحك هذه المدن. إذن نحاول أن نوجد هذا في المجمعات التي نبنيها في روشن، وإلا فما هو الهدف؟ لماذا تريد أن تعيش في مجتمع روشن إن لم تكن كمكان لا يمكنك أن تحصل فيه على التجربة التي تريدها؟ إذا عندما نتحدث عن اللاندسكيبينج الذي ترويه المياه الرمادية والطاقة الشمسية التي توفر حلول لهذه المنشآت، هذه الأمور البسيطة نعرف أن بإمكاننا أن نفعل أفضل. نستخدم حلولا مثلا من العجلات أو السكوترات الكهربائية للتنقل. نحن في روشن سوف نقدم كل هذه الحلول وسوف يمكننا من تحقيق تحركة أفضل. الأمر يتعلق مثلا بالفعاليات والأنشطة، بحيث أنك إذا أردت أن تبني مجتمع أنت بحاجة إلى جيران، وبالتالي تحتاج إلى آلات أدوات لكي تتواصل، وبالتالي تبدأ ب نعتقد أنه في روشن ندعمه من قبل مجلس سوف يوجد هذا المجتمع، وهذا مستدام على المدى البعيد. Thank you, David. Marlos. شكرا ديفيد. مارلوس، بناء هذه المشاريع المستدامة والذكية يتطلب الكثير من الاستثمارات الأولية، إن كانت في المعدات أو في البرامج. أي نوع من الاستثمارات نتحدث عنه؟ وهل تبرر المزايا التكاليف؟ هناك جزئيتين في هذا السؤال. الجزئية الأولى أن هناك تركيز على الاستثمار الأجنبي، وعندما ننظر إلى المعايير الحديثة الحالية للاستثمارات الأجنبية، فإن هناك تركيز على الاستدامة، من جهة أخرى، وأعتقد أنه كثير من الكلام يدور الآن، هل سوف نحصل على LEED certification أو إجازات LEED للمباني الخضراء، أم أننا سوف بالاعتماد على الموقع الذي أنت فيه فسوف تحاول أن تسهم بالحد من الانبعاثات الكربونية على مدى سنوات؟ إذا أو أنك لا تنتج كل منتجاتك بشكل صديق للبيئة. إذن نحن متأخرون إلى حد ما في هذا إطلاق هذا الحوار، وأعتقد أن هذا هناك الحديث عن أن العائد على الاستثمار ينبغي أن يكون سريع، وإن لم يحصل شيء الآن فإن الأسعار ستكون مرتفعة جدا في السنوات القادمة.
والأمر يتعلق بالواقع. أنا لست الشخص الذي سيقول أن كل شيء ينبغي أن يحصل على رخصة المباني الخضراء، ولكن إذا كنت تطور منطقة حضرية أو أنك تطورها مثلا في مدن مثلا على البحر الأحمر أو في مدن مكتظة، هذا الحديث هو أن نكون واقعين. نعم سيكون الأمر مكلفا، ولكن إذا نظرنا إلى ما هي المتطلبات وهي الاستثمارات الأجنبية التي نتطلع إليها، لا أظن أن هناك خيارا لدينا غير ذلك. أريد أن أسمع رأي ماثيو هنا. بناء هذه المدن مكلف ومعقد، فما هي ما هو رؤيتك؟ أي نوع من الزمن ننظر إليه إذا أردنا أن نحول المدن الموجودة إلى مدن مستدامة؟ أعتقد أن هذا تحدي مهم. لكن فيما يتعلق بحلول الاستدامة والنظر إلى كل منطقة، فإن المؤسسات لن تمنحك تقرضك المال إذا لم تطور أو تبني سيرتك على المهنية على أعلى المستويات. إذن نحن نتوجه أكثر نحو حلول الاستدامة، فالعائد على الاستثمار يصبح مهما ولكنه أقل كأولوية، لأن هناك متطلبات أخرى حول نجاح التطوير ونجاح هذا البورتفوليو وأيضا نجاح الحلول التمويلية. وأعتقد أن هذا انتقال تحول مهم. أظن أن اللاعبون الجدد داخلون في السوق، كما قد قيل تحدثنا عن البروبتك، الاستثمار فيها في سوق العقار تتضاعف سنة عن سنة، وهي تقدر بمليارات الدولارات. هذه الحلول الذكية التي تقدم هي التي تقدم كفاءة وأداء أفضل في من ناحية إدارة النفايات والمياه والطاقة. يمكن أن تكون هذه جزءا من العائد على الاستثمار. إذن النموذج في حالة تبدل. أريد أن أسمع رأيك، لأنك قلت أنك تبني مدينة من الصفر ولكنك تبنيها في موقع من مواقع التراث العالمي، فكم هي يعني كم هو تحدي كبير ومكلف لتطبيق هذه الحلول المستدامة والذكية في هذه البنية الحضرية الخاصة؟ أعتقد أن التحدي لا يقتصر فقط على البنية التحتية الموجودة. نعرف أن لدينا موقع تراثي وأن علينا الحفاظ عليه وأن نحتفي به لكي نقدم هذه القصة للعالم. بكل التطبيقات معنا حول الاستدامة فنحن نطبق كل هذا، ولكن كيف نستخدم هذه التقنية لكي ندعم هدفنا الرئيسي؟ هذا هو التحدي. سأعطيك مثال. رواية القصص هو من أحد الأمور التي نقولها في مشروعنا لكي نحكي قصة تراثنا. عندما قمنا بالمشروع كان مؤتمة كليا، فكان الفكرة مؤتمة كليا، ثم بدأنا نسأل أنفسنا هل هذا يعني يلبي احتياجات الناس عندما نتحدث عن التقنية وتطبيقات المدن الذكية؟ هل هو مثير للاهتمام؟ وهذا كان الجواب ببساطة لا. إذن أعدنا التفكير بهذا المفهوم مرة ثانية وجعلناها أكثر تفاعلا ويلبي احتياجات الناس، واستخدمنا التقنيات عندما كان هناك داع لها. مثال آخر، مثلا الحواس الحساسات الخمسة. إذا أريد الناس أن يتذكروا التجربة التي تعطيهم إياها، فهل يكفي فقط أن يكون لدينا تطبيقات مدن ذكية؟ لا، لأنك بحاجة إلى أن تشغلي الحواس الخمسة. والفكرة الذي نتعامل معها الآن،
نحن نعمل على استراتيجية البيانات الضخمة لكي نقيم تجربة ونتعلم من تجربة، ينبغي أن تطورها دائما، خاصة بالأنماط المختلفة، خاصة بعد جائحة كوفيد. التحدي سيكون كيف نربط بين هذه النقاط جميعا لكي نجمع هذه البيانات، نحللها وأن نعكسها مباشرة ونغير التجربة. هذا من أهم العناصر المدن الذكية، وهي جزء من البيانات الضخمة. بصراحة هناك الكثير من التجارب في العالم، ولكنها ما تزال تحدياً حتى الآن. هناك الكثير من التشريعات والتنظيمات حول البيانات الضخمة واستخدامها، وأعتقد أن هذا أحد أهم العناصر التي ننظر إليها الآن، وهو ربط هذه النقاط جميعها. وليس الأمر فقط بربط النقاط، وإنما استخدام البيانات بالشكل الصحيح بحيث تخدم الناس. ينبغي أن نتعامل مع تعامل الناس مع هذه البيانات. هذه البيانات ينبغي أن تكون الوسيلة لهؤلاء الأشخاص لكي تزداد إنتاجيتهم. وأحد الأمور عندما كنا نبحث في فكرة أو مفهوم المدن الذكية، فهناك الكثير مما يمكن أن يمر بنا، لكننا دائما يغيب عنا هناك بعض العوامل التي نراها مهمة لعوامل أخرى، الصحة النفسية والعاطفية للسكان والثقافية أيضا. نحن لا نرى هذا. هناك توجهات جديدة تركز أكثر على المدن الذكية المبنية على الفرد، ولكن تحديد هذه المؤشرات إلى حد ما مقلق، لأنها قد تأخذنا بعيداً من الناس. سأتحدث قريباً عن موضوع البيانات، لكن إلى نجوى وديفيد فيما يخص تحليل التكلفة والمزايا. نعرف أنه فقط في المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر كلف 30 مليار ريال. ساعدينا أن نفهم باختصار ما هي تحليل التكلفة والفائدة استفادة من هذا المشروع، تقصدين من حيث حلول التقنيات الذكية والاستدامة. نحن نستثمر كثيرا، ولكن التطوير كله إلى حد ما كم المرحلة الأولى كلفها 30 مليار ريال مثلا. نحن نستثمر حوالي نصف مليار في التقنيات الذكية. التكلفة الاستدامة، ولكن نقص الاستدامة يكلف أكثر. تكلفة الحلول أو الإصلاح بعد التلف، تكلفة عدم القدرة على جذب السياح إلى تكلفة الفشل باستقطاب الموظفين لكي يأتوا للعمل في هذه المنطقة الجميلة ولو كانت بعيدة كبيرة. فإن لم نوفر لهم ما يساعدهم كسكان وزوار وموظفين بعيدا عن مدنهم، بما يتعلق في التواصل، فيما يتعلق بتوفر المرافق وضمن مسافة المشي، وحتى فيما يجعل حياتهم سعيدة، فعلينا أن نستثمر هناك. إن لم نقدم لكم هذا، فلماذا سيأتون إلينا ليعملوا أو ليستمتعوا أو ليعملوا في أمالة أو يزوروها؟ إذن على المستوى الأعلى، عندما أوجدنا نماذج تمويلية لكل حل نقدمه، وبعضها هي تكلفة فقط، تكلف تقنية فقط لأن القيمة اقتصادية أو مزايا اجتماعية، بعضها الآخر سوف توفر مثلا مداخيل، وسيكون هناك نماذج تجارية تتشارك فيها مع التقنيات، مع مقدمي خدمات مختلفين يقدمون هذه الخدمات التي تقدمها ويشاركونك بالعائدات والإيرادات. إذن عموما هي بالتأكيد لا تكلف أكثر مما سوف تعود عليك بعائدات استثمار. ما التي سوف تولد الأموال بشكل أفضل؟ هل يمكن أن تعطينا بعض الأمثلة؟ الأمر يعتمد ماذا ستطلبين. هي تبدأ في موضوع التشريع والحوكمة، ماذا تريد أن تقدم للسكان أو الزوار مثلا بشكل مجاني أو بشكل مدفوع. مثلا في البحر الأحمر في أمالة نقدم مثلا واي فاي مجانيا في كل مكان، أي زائر أو سائح
يمشي أو يستمتع أو يجلس شيء كهذا. يمكنك أن يعني تضع عليه رسوم، ولكن هذا جزء من الخدمات التي نقدمها بشكل مجاني، وهكذا نجلب السياح ونجعلهم يعيشون تجربة سعيدة. ديفيد، أسمع رأيك. أعرف أن التطبيقات الذكية يمكن أن توفر كثيرا من الطاقة واستهلاك المياه والحد من الاختناقات المرورية، وربما تزيد من جودة الهواء وبالتالي صحة السكان. سؤالي لك، كيف تعبر أو تجسد هذه المزايا بشكل مالي؟ كنت أفكر منذ قبل عندما سألت هذين السؤالين حول تبرير يعني إنفاق الأموال على التقنيات الذكية. لا أظن أن لدينا خيارا آخر. علينا أن نوفر لهذه المجتمعات في السعودية، ينبغي أن نقدم لها أفضل التقنيات المتوفرة. خذي مثلا التكييف، كل منازلنا هناك أيضا إمكانية التحكم بالتكييف بالموبايل. سوف هذه التقنية لا تكلف كثيرا إذا ركبناها في البيت، ولكن هذا سيكون جزءا متطلبا، لأن هذه الفواتير التي ندفعها في هذه الأسباب تكون هي من أكبر الفواتير، فواتير تكييف الهواء. إذا تركناه التكييف على درجات حرارة شديدة فإنها تكلف كثيرا. فإذا وضع هذه التقنيات في بعض المباني لكي تتحكم بها بشكل ذكي هي من الحلول المطلوبة جدا. نحن نولد الإيرادات من خلال مثلا أدوات التنقل النظيفة كالسكوترز والدراجات، أو حتى من خلال توفير محطات شحن الطاقة للسيارات الهايبريد أو الكهربائية. إنفاق هذه الأموال وهذه التقنيات يتغير بشكل مستمر، وكل مصنع يصنع مثلا إذا من الأفضل أن نتشارك مع الشركات المتخصصة في هذه التقنيات لكي يركبوا هذه التقنيات ويحصلوا على إيراداتهم. وهذه طريقة أخرى من التمويل. ليس من الضرورة أن نذهب من البداية وننظر أولا من الربحية من اليوم الأول، ولكن ننظر إليها على المدى البعيد. ننظر إلى ما هي أفضل التقنيات المتوفرة عالميا، وأي كيف ما يمكننا أن نحددها، وما هو القيمة الأدنى. ولكن هناك البيوت والمنازل، وعلينا أن نتذكر شيء، أنه إن كان هذا يعني أنكم تفكرون به وهو الترابط أو التواصل. ماذا نتعلم جميعا من تحدي الكوفيد الذي حصل؟ أننا بحاجة للترابط والتواصل. إذا بدون هذا الترابط تتوقف الحياة، وإذا كان هناك ترابط أو تواصل جيد يمكنك أن تنفذ الكثير من الأعمال وأن تستمر الكثير من الخدمات والصناعات إذا توفرت هذه أدوات التواصل هذه. Marlos, نتحدث عن مزايا هذه المدن، ولكن لا يمكننا أن نغفل التحديات والمثالب. إذا عندما نتكلم عن المدن الذكية نتكلم عن البيوت الموصولة المترابطة، عن السيارات المربوطة، والكثير من البيانات الشخصية التي يعني تكون متوفرة أمام الكثيرين. إذا كيف يمكننا الحد من هذا الخطر؟ أعتقد أن من الأمور المهمة، وهناك كثير من التوجه هنا من الأعلى إلى القاعدة، هو التشريعات الحكومية، وهذا يعني بالنظر إلى قلت ذلك في منظمة الاقتصاد العالمي، وأيضا أن القوانين والتشريعات ينبغي أن توضع على أعلى المستويات للجميع لكي يلتزم بها. من جهة أخرى، يعني كما نتحلم عن حماية البيانات، فكم من الناس الذين يستخدمون أليكسا أو سيري؟ كم عدد الذين لا أعرف يدخلون إلى لينكدين وتويتر وإنستغرام، وأي من اللحظة التي يستيقظون فيها ماذا يكونون، ماذا يشترون، كل شيء. إذا ننظر في بشكل ما أن هناك خط يعني فاصل ما بين ما تقرر أنك تشاركه مع العالم وما يمكن مشاركته أيضا. هو شيء لهذا العصر الجديد. أقول أننا لم نعهد هذا من قبل، وهو التعاون، حيث من قبل كنا
كنا مشغلي فنادق، أما الآن أصبحنا مشغلين لعدة خدمات. فإذا كان هناك مثلا علامة تجارية للرفاهية، مثلا محطة شحن، هناك تطبيق يمكن أن يفيد، فإننا كل هؤلاء الشركاء يمكن لهم أن يتعاونوا. ليست لدينا بيانات نشاركها، لكن الموضوع هي موضوع من يأتي أولا، الدجاجة أم البيضة، ولكن علينا دائما أن نحقق ذلك على مستويات مختلفة. من الذي يملك ماذا؟ إذا كانت هي التطوير، هل تقول كل في هذا التطوير ينبغي أن يتبع خطوة 1، 2، 3، أو أن هذا التطبيق يمكن أن نحمي البيانات؟ لأن إن كان كل واحد يطور حلول، انظري إلى مثلا صناعة الصياح الضيافة إلى حد ما، نحن نتحدث عن التطوير المستدام. إذا أردنا أن نعرف كم من الماء والكهرباء تستخدمها أو تستخدمها مثلا مباني، ينبغي أن أتطلب أن يذهب يتحب إلى العداد وأن يعود إلي. أنا لست بحاجة، نحن نتحدث عن مستويات مختلفة. إذن في هذه التقنيات وتطبيقها، أعتقد أنه سيكون هناك أدوار مختلفة. فإذا الحكومة هي التي تضع هذه التشريعات لحماية البيانات، وأن يكون هناك توجه عملي ليساعدنا أن نعرف أين نحن الآن وأين نتوجه إلى المستقبل. من المهم، منذ عدة سنوات كنا ننظر ونقول أن نحن مطورون ولا نريد أحد من القطاع الضيافة، وأن نضع هذه الخطة، هذه هي الأرض، هل يمكن أن ننظر إلى ذلك؟ ونبدأ بالتالي عن الخدمات، ونتحدث عن الجمهور المستهدف، ونتحدث عن المجتمعات. إذن كل مجتمع مختلف عن الآخر، الناس يختارون بعضهم البعض ومجتمعاتهم، ويقررون من مع من يريدون أن يكونوا معهم. وهناك المثال مهم عندما نتكلم عن مثلا مجتمع أمالة، مثلا كل الناس يقررون مع من يريدون أن يعيشون. عندما تريد أن تشتري فيلا مثلا في مكان، فإن أجمل الأماكن مثلا في العالم، هناك مجموعة يقررون إن كان بإمكانك أن تدخل هذا المجتمع. هناك تحديات أمامنا مثلا في العالم، مفهوم كان المعيش في المجتمع، وكانوا الناس يقولون أن هناك بعض الحفلات المجنونة تحصل هناك. لا، هم يتحدثون عن العيش في مجتمع، أنهم يختارون الناس، هم يقررون ماذا يريدون، كيف يريدونها، وكيف يريدون هذا الشيء، ويبدون على هذا الأساس. وهذا عندما نتحدث عن البيانات، الأمر أكثر من مجرد أن شخص مثلا استخدم هذه البيانات أو لا، الأمر أكثر من ذلك عندما ننظر إلى 2030 أو إلى 2050. شكرا مارلس. نحن لا نتكلم فقط عن حماية البيانات، هناك تحدي آخر كبير وهو الأمن السبراني. عندما نربط هذه البيوت ونربط هذه المدن وهذه المرافق، فأنت تفتحين الباب أمام الجرائم الإلكترونية. وإذا نظرنا إلى مثل حديثة، وجدنا كيف توفر الغاز في أمريكا يعني تعرض لمشاكل، وحتى توفر المياه في فلوريدا. إذا سؤالي لك يا ماثيو، إلى حد مدى سوف يؤثر هذا وسوف يحد من أو إلى حد ما يبطئ الاعتماد على الحلول الذكية في مشروعكم؟ الموضوع يتعلق بالثقة والسلوك، وأيضا نقل البيانات للصناعات والجهات الحكومية أن تكون منفتحة أكثر حول جمع البيانات وكيفية استخدام هذه البيانات. لأنني أنا من المملكة المتحدة، وقد تحدثنا عن مثلا بطاقات الهوية الشخصية الرقمية لسنوات، وكانوا دائما ضدها لأنهم لا يعتقدون أن البيانات سوف تستخدم بطريقة موثوقة. إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة،
من حماية البيانات وجمع البيانات لتحسين الحياة في فسوف نكون مقيدين إلى حد ما، وهذا هذه فرصة للتعاون ما بين المجالس لكي تتحدث عن بشكل أفضل عن كيفية جمع هذه البيانات واستخدامها بشكل أفضل لحياة الناس والكوكب، ولكن لا يمكننا أن نثق بالقراصنة على الأمن السبراني. إذن كيف يمكن الجريمة الإلكترونية وهي تحصل حتى لأفضل التقنيات؟ هل هذا لأن الناس كانوا يعني منغلقين أو إن كانوا يتعاونون؟ فهناك الكثير يمكننا أن نتعلمه من بعضنا البعض في موضوع حماية بياناتنا، ولذلك أعتقد أن هناك مثال كما ذكرنا عن توفير مثلا مصادر مفتوحة لبطارياتهم مثلا، لأنهم يريدون أن لسياراتهم الكهربائية هي أن تكون هي الحل. إذا عندما نتعامل مع بعض ضد هذه الجرائم الإلكترونية وهؤلاء القراصنة فإنهم سوف طبعا لأننا الوقت يمضي سريع. إلى أي مدى أنت قلق حول هذه المجازفات؟ هي مقلقة إلى حد ما كما ذكرنا عن موضوع التواصل، لكن أعتقد أن التحدي هنا كما قال زملائي أيضا هو الثقة والتعاون. هذا مهم جدا، لا يمكننا أن نوقف الجرائم الإلكترونية، ينبغي لكننا أن نتعاون ضدها. وبالنظر إلى التعاون أعتقد أن هذه فرصة لدينا اليوم، لأن مارلوس تحدث إلى حد ما التجربة عموما. إن لم نكن نتعاون فلن يمكننا أن نقدم تجربة موحدة. إذا ادعينا أن لدينا يعني تطوير متعدد الاستخدامات، إذا لم أكن أعرف من وجهة نظري أن هذا الزائر ذهب إلى هذا الفندق أو مر بهذه التجربة أو ذهب إلى هذا المتحف، فسيكون من الصعب علي أن أقدم له تجربة كما أود. إذن هذا يتطلب ثقة وتعاون، وهذا مهم جدا. هناك تقنيات قد تساعد في هذا المجال، ولكن مبدأ الثقة والتعاون مهم جدا في الحد من الجرائم السبرانية وتقديم تجربة مثلى للزوار. لدينا بضع دقائق، لذا أريد أن أنهي هذا الحديث بملاحظات أخيرة تتعلق برؤيتكم المستقبلية حول هذا المستقبل. إذا نظرتم إلى التقنيات المستقبل، وأتحدث هنا عن الذكاء الاصطناعي، أتحدث أيضا عن الكوانتوم كومبيوتينج أيضا، أي من هذه التقنيات سوف تفيد أكثر؟ ما الذي تتطلعون إليه؟ الذكاء الاصطناعي هو المستقبل. نجمع الكثير من البيانات، والكثير من الذكاء الصناعي هو التوجه وتحليل هذه البيانات وربطها ببعضها لكي تسمح لنا باتخاذ قرارات أوضح وأن نتنبأ بالخطوات التالية في المستقبل. الحصول على البيانات واستخدام الذكاء الصناعي وتعلم الآلة والتعلم العميق وكذا، تحتاجين ما نسميه الأدوات الإنترنت الأشياء. اليوم مثلا الثلاجة والغسالة وأيضا وسيارتك وتليفونك، كلها أدوات إنترنت أشياء. كل هذه البيانات ينبغي أن تصل إلى مخزن واحد يجمع هذه البيانات باستخدام الذكاء الصناعي، ويعطيك ما نسميه حالات أو حلول ذكية. يمكن نتكلم عن مثلا الألعاب الإلكترونية أو عن العمليات المتكاملة في المدن أو الوجهات، نتكلم عن الميتافيرس.
سوف نرى في البحر الأحمر وأمالة استخدام للواقع الافتراضي والمعزز. نحن نبني المشاريع البحر الأحمر وأمالة كتوأم رقمي ونربطه بمسح للواقع حول كيف سوف يبدو عليه في الواقع، وسيمكنكم الزيارة من بعيد للبحر الأحمر. سيمكنكم أيضا أن تذهبوا إلى كل منتجع وأن تقولوا مثلا أرني المنظر من هذه الفيلا، فترين الصالة أو الغرفة أو الجناح الذي ستحجزه بناء على المنظر كما يبدو في النهار وفي الليل. وعندما تمسح هذا المكان ويكون لديك نسخة من هذه الوجهات أو هذه المرافق بشكل رقمي، يمكنك أن تبني على هذا العديد من التطبيقات، مثلا كتطبيقات الألعاب أو تطبيقات مثلا الاستمتاع، مثلا السباحة مع الدلافين أو الغوص لهؤلاء الذين لا يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمات. إذا قرر الأفاتار الخاص بي أن يبقى في هذا المشروع، هل علي أن أدفع مقابل ذلك؟ نعم. نعم. أعتقد أن نيوم تتطلع إلى الميتافيرس وما يقدمه واستخدام الأفاتارز. أعتقد أننا نريد أن نحافظ على ما نقدمه يعني بأفضل حالاته، وأن يكون مخصصاً. لذلك لا أعتقد أننا سننتقل إلى مرحلة الأفاتار في نيوم في أفاتار وفي عفواً في أمالة وريدسي، ولكن قد يكون هذا المستقبل. ديفيد، ماذا تقول؟ هل سوف تبيع شقق في الميتافيرس؟ أشكرك. نحن حاليا لدينا توائم إلكترونية، ويمكنكم أن تتمشوا في البيوت التي نبنيها حاليا في الواقع الافتراضي. إذا يمكن أن تستكشف في واقع البيوت التي نحن نستخدم التقنيات والبرامج، وفي roshan.com وroshan.com سوف تكون هو كل شيء في حياتك، مثلا طلب بيتزا أو الحصول على خدمات تنظيف أو حجز عطلات أو حجزات أو تأمين سيارتك. يمكن كل شيء أن يحصل عن طريق منصة بلاتفورم Roshan. ربما جرب بعضكم هذا ولم ينجحوا إلى حد ما، لكن في ماذا سوف ننجح؟ نعتقد أننا سوف ننجح لأن لدينا معيار، لدينا معايير، نعرف ما قمنا به أيضا. لذلك أعتقد من هذا المنطلق سوف يكون لدينا الشركاء المناسبون الذين سيدعموننا، فالأمن السبراني يصبح مهما جدا لكي نحقق نبني الثقة مع العملاء. فإذا طلبوا مثلا هذا أي طلبية عبر Roshan، فإن حقيقة أن توفير هذه المعلومات بشكل آمن سوف تكون عامل جذب. Absolutely. Talal, your thoughts. Which futuristic technologies are you looking at? عنها. أعتقد أن التقنيات الواقع المعزز. ننظر إلى الواقع المعزز من عدة وجهات نظر. إذا أردت أن ترى موقع تراثي أو إذا أردت أن تزوري متحف، فتكون الواقع المعزز أحد الأدوات التي نستخدمها. بالحديث عن الميتافيرس، السؤال الكبير الذي أسأله للجميع، على أي مستوى من الأثر يمكن للميتافيرس أن يغير التصميم الحضري للمدن، أي يغير سلوك الناس؟ بالتأكيد سوف يكون له أثر. هل هو تأثير يعني هائل الحجم؟ نعم، لكننا ينبغي أن ننظر إلى التطبيقات الأخرى للميتافيرس في الواقع المعزز لنرى كيف سوف يؤثر على الطاقة الحضرية، كيف سيؤثر على الناس، على عواطفهم، على سلوكياتهم اليومية. أعتقد أن هذا ينبغي أن تبقى عيننا عليه، وسوف نرى إن كانت هذه التقنية سوف تحقق الهدف النهائي فسنستخدمها. لكن حاليا التواقع المعزز والواقع الافتراضي هي أمور قيد التفكير وفي سياق توفير تجربة متكاملة للمستقيم للمقيم ولزائر الدرعية. Concluding remarks. Marlos.
لا أعتقد أن يمكن أن أضيف، لكن أضيف أتحدث بقصة. عندما قمنا في بعض الدراسات من بضع سنوات، كان المالك جاء بابنه الذي عمره 10 سنوات إلى المشروع، وكنا نتحدث عن الألوان والتصميم الداخلي وكل شيء آخر، وهذا الطفل قال: لماذا هذا كل الكلام؟ ضعوا هذه النظارات، غيروا الداخل بخمس ثواني، ضعوا كل التصميمات، لماذا تختاره طول حياتك مثلا؟ وقلت: بالواقع ربما لا، هذه ليست الطريقة التي تقوم بها. والآن نتحدث عن الميتافيرس، لم يتحدث أحد عن الميتافيرس منذ قبل، ليس كما الآن. العلامات التجارية تبني مثلا علاماتها التوأمية في، أعتقد أننا كل مجموعة هنا لكي نسألهم هذا السؤال. أعتقد إذا أردت أن يكون لديك شيء مستقبلي، ومع العلم أن طفل عمره 10 سنوات يقوم بهذه الحركة فقط ويحصل أمر ما مثلا، فأعتقد أننا هنا سنكون في السنوات القادمة. أقول أن هناك أمور غير متخيلة، لأنه سيكون هناك ليست لها حدود. أنا لا أريد لطفلي أن يعيش في العالم الميتافيرس، أنا لست متشوقة كثيرا له. ديفيد، ما هي يعني عفوا أنا أعتقد ماثيو، أنا آسف يا ماثيو. زكربيرغ وستيف جوبز لا يسمحون لأولادهم باستخدام الآيباد والآيفون، لأنهم لا يتحدثون عن هذا العالم المجهول للعالم الافتراضي، فهو إذن يعني شيء مهم. أعتقد أن تعلم الآلة سوف يكون له أثر كبير على حياتنا، على أمل أن يكون هذا التغيير هو تغيير إيجابي، وأن يكون هناك كفاءة أفضل في كل الوظائف أثناء المدينة. أنا مهتم جدا بمستقبل العلم حول المواد المعدة وتدويرها في مواد البناء، استخدام الجرافين مثلا في محطات تحلية المياه، والذي سيحقق كفاءة طاقة استهلاك أفضل وأداء أفضل خاصة في هذه المنطقة. ولم نتحدث أيضا عن مستقبل التنقل، فهل التنقل أو قيادة السيارات بالسيارات النظيفة والمرتبطة سيكون من المتطلبات المستقبل؟ شكرا على هذه الملاحظات، وأنا أحيي هذه المشاريع التي تقومون بها وهذه التوجهات نحو المستقبل والاستدامة والمدن في المملكة العربية السعودية، وآمل في يوم ما أن تتمكن كل الحكومات من تطبيقات الاستدامة في تطبيقها. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الجلسة. شكرا جزيلا للزميلة لارا ولكل المشاركين في هذه الجلسة. أتمنى من معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان معالي عبد الله بن محمد البدير الصعود إلى المنصة من أجل تكريم المشاركين في هذه الجلسة. السيد ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة روشن. الأستاذ طلال كنسارة، السيد ماثيو ترايب، السيدة مارلوس نيبنبرغ، والسيدة نجوى حمزة، وبالطبع مديرة هذه الجلسة
السيدة لارا حبيب شمال. شكرا لارا وشكرا لجميع المشاركين في هذه الجلسة. أدعو أيضا معالي النائب إلى المشاركة في الجلسة المقبلة بعد التقاط هذه الصورة الجماعية.